السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإخوان أصدقاء ديالي متتبعين قناة طيور الكناري، اليوم جاتني واحد الفكرة باش غنصوب. كنت قلت لكم غندير واحد المسرح هنا في بلاصة فين كان عندي الأكل اللي تعقلوا في الفيديوهات السابقة، وعندي هذا الاسباس هذا هو خاوي، وبديت تنصاوب. قلت علاش ما نصورش الاخوان حتى هما يشوفوا هذا الشيء اللي باغي نصاوب، كيفاش غنبداه، ومن بعد ان شاء الله ملي غنكملو كيفاش غيولي ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا دعيو معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا غاديين شويه بشويه، هذا بغيت نديرو كله مسرح ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندير فيه جوج ديال الطاجيرات، وندير فيه الفراخ يطلقوا شويه باش يلقاو الحريه ديالهم، الفراخ الصغيره باش يلقاو الحريه ديالهم ان شاء الله. ما درت هذوك الثقوب بالشينيون، ها هما غادي يصبحوا بحال هكا. هذا مسرح صغير لتحت، المهم ما صغيرش تبارك الله، راه فيه 90 سنتيم في الطول ديالو، وفيه تقريبا شي 44. نشوفوا شحال فيه، سمحوا لي انا عبروه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغنشوفوا نشوفوا شحال فيه في العرض. ها هو العرض ديالو 44 من الداخل، العلو ديالو راه فيه تقريبا، انا غنشوف ان شاء الله الرحمن الرحيم العلو ديالو فيه 93 94 سنتيم في العلو ديالو. والعرض ديالو غادي تكون فيه تقريبا شي 79، كاينه 79 في العرض، العلو ديالو 90 94، والعرض ديالو في يعني الغرق ديالو كما شفتوا معايا راه فيه ما شاء الله راه فيه 44 سنتيم. غادي يكونوا جوج، واحد الفوق واحد لتحت. دابا ركب الخشيبات، دابا باقي لي غنركب هذا الجانب هذا، الغطاء ديال هنا، الغطاء ديال هنا، ها هو هنا وهنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش ندير الشبيك من هنا وندير له البيبان ديالو بلاصه ديال المعلفات، الوكالات ديالهم بلاصه الماء، ان شاء الله يكون خير. اخوان بقاو معايا ما تمشيو فين، شاركوا معايا هاد اللحظات هذه، يلا دعواتكم. ها هما الاخوان، من بعد ما درت الثقوب ودرت الفيسات، انا جبت الفيسوس ان شاء الله شوفوا واش تتبان. هاكا ندير لهم كلهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، كلهم غادي صوبهم بهذه الطريقة. يلا زعموا الاخوان، زعموا صوبوا يلا عاون راسك يلا. هاهما تسدو هاد الجنبات دابا، هادو اللي كنت هضرت عليهم قبيله، هاهما تسدو كاملين صافي، كلشي مسدود. دابا بقى غير الشبيك نديرو من هنا، وندير ليهم البلاصة ديال باش نبدا نقي ليهم المجورة اللي يبدا يمشي ويجي. دقة دقة نمشي معاه بشوية بشوية، ونوريكم أي جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر إخوان، تنحاول دابا باش نصور المجورة باش إلا طاحت شي حاجة نبدا نجبدها. باقي غندير ليهم واحد الخشيبات من هنا منين نشدهم والجناب، باش يبدا يمشي ويجي يكونوا مقادين، باش ميبقاش داك قريب ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا نصوب تحت ثاني تا هو ندير له خشيبات ديالو، اللهم يسر طلب الله خير. دابا هكا غيكون دوك المجورة، درت لهم بونيوات من هنا، باقي ما كملتهمش باش غيبداو يتجربوا يبداو يخرجوا، ونقيهم نعاودو.
هذا الثاني، اللهم لك الحمد. دابا باقي ان شاء الله نركب الشبيك وندير البيبان ونوريكم عاوتاني لك دقه دقه. يلا الاخوان، بسم الله الاخوان، راه باقي ما كملتش غير نقيت شي شويه هاد الحاله، نقيت الدنيا وعاوتاني رديت هاد الخشيبه ديال بلايصتها ديال الاكل كنت دايرها في الاول في القانت اللي هي دابا تلقاوها في الفيديوهات السابقه. دابا راه درتها هنا، حطيت عليها الاكل ديال الطيور والمعدات ديالهم كما تشوفوا. ها هما ما شاء الله، هذاك الشيء اللي قديت عليه انا. راه المهم راه قلت لكم انا يلاه بديت باقي بشويه 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 ان شاء الله تيسر الله سبحانه وتعالى. باقي هذا المكان هذا فارغ ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم هذوما دوك الصغيرين كاملين هنايا ما شاء الله، هادو ديال باش تنعزل فيهم الذكور من الاناث من بعد حتى قرب التزاوج. المهم دابا تنوجد باش نعاود نصور. وهادو القفيزات الاخرين اللي كاينين، اللهم بارك. هاهما كما تشوفوهم في الفيديوهات ديما، هاهما كاملين اللهم بارك. دعواتكم الاخوان، دعواتكم لنا التوفيق ان شاء الله. انا تندعي مع الجميع، الله يسر الجميع، الله يوفق الجميع، نطلب الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع ويوفق الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. هادشي اللي كاين الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. المسرح راه قريب يكمل هذا مسرح ولا مسرح، المهم ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون خير. كان عندي واحد القفص قديم واستغليته حليته، وهو اللي درت في الواجهه، كنت شريت الشبيك باش نديرو ولكن لقيت هذاك القفص قديم ما تنخدموش، مهرس واحد البلاصه وانا نحلو حليتو ويسر فيه الله ها هو الباب ديالو استغليتو، والمكان ديال الوكالات حتى هو، ولكن هادو انا صنعتهم هادو انا صنعتهم صوبتهم، حتى هما فيهم الرسولات بزتهم ولاو فيه ربعة. ايوا شي شي اللي جا الله اخوان. الشكل النهائي ديال المسرح اللي قلنا قبيله المسرح، ها هو دابا الشكل النهائي ديالو. ايوا تخليو لنا الراي ديالكم، التعليقات ديالكم في لي كومونتير. الحمد لله كل شيء سالا، مع قوت الله اكبر هذا المغرب. ايوا هادشي كاين، هانتوما تبعتو معنا كل شيء. هذا الاول، ها هو معلفات الشرابات، اللهم لك الحمد. المغير كما قلت لكم يتحلو، الثاني حتى هو ان شاء الله راهما هذوك على شي وقفوا العويدات المجير. والله يسخر الجميع، لكن شي تعليق خليه لنا في لي كومونتير. دعواتكم